وبعد ما شغلنا الهدوب تاني خطوة محتاجين نعملها ان احنا نرفع الداتا اللي البرنامج بتاعنا هيشتغل عليها. لازم يترفع على HDFS. الفايل اللي احنا حابين نشتغل عليه هو فايل فيه كلمات. انا حابب اعد الفريكوينسي او حابب احدد الفريكوينسي بتاع كل كلمة, عدد مرات تكرار الكلمة دي. فاول حاجة انا محتاج اعمل نافيجيشن, اروح للمكان اللي فيه التكست فايل ده واقول له change directory. الفايل ده موجود على الديسكتوب في فولدر اسمه ليست, وادي الفايل بتاعي. انا حابب ارفعه على ال HDFS, بس قبل ما ارفعه انا حابب اعمل ايه, اعمل نافيجيشن الاول على ال HDFS الهدوب DFS-LS. وريني الروت دايركتوري جواه ايه على الهدوب. مفيش اي حاجة موجودة عليه. طب خلينا نعمل دايركتور سريعا. فدي هدوب دي اف اس داش ام كي داير ميك دايركتوري. انا اسمي الدايركتور بتاعي انبوت. اجي اكره كده عمل خلاص. اما اجي اقول له ليست لكل الفايلز والفولدرز اللي موجودين في الدايركتوري او في الروت دايركتوري, المفروض هيطلع لي السطر ده. مفيش غير دايركتوري واحد بس انا لسه عامله حالا, فولدر اسمه input, وادي date of creation, وادي الجروب بتاعتي, وادي البرميشنز بتاعته. تاني خطوة انا محتاج ارفع الفايل بتاعي في الدايركتوري اللي اسمه input. فادي هدوب dfs-put اسم الفايل بتاعي اسمه test.txt, واحطه في الـ input directory اللي موجود في الـ HDFS. شو هو المفروض كده يبحط. خلينا بس عشان نبقى في السيف سايت نعمل دبل تشيك نشوف هو موجود اصلا ولا لا. فادي هدوب dfs-ls ادي input, وريني اللي موجود في الـ directory اللي اسمه input. ممتاز. هذه الفايل بتاعي الموجود في الدايركتوري اسمه input, ودي date of creation, وهذه permissions.